Самое интересное, Барак Луфикум, что в наше время те люди, которые не оправдывают того, кто попал в ширк и куфр по незнанию, чаще всего любят приводить слова шейха Мухаммад Абдул-Вахаба. И шейх Мухаммад Абдул-Вахаб, я хочу расстроить вас, то есть я обращаюсь к тем, кто любит заниматься такфиром, то, что шейх Мухаммад Абдул-Вахаб просто-напросто вам затыкает рты в этом вопросе. И я, иншаллах, прочитаю его слова. Шейх Мухаммад Абдул-Вахаб говорит в книге Дур-Синия, 1 том, 66 страница. وَإِذَا كُنَّ لَا نُكَفِّرُ مَنْ عَبَدَ الصَّنَمَ الَّذِي عَلَى عَبْدِ الْقَادِرِ. Если мы не обвиняем в куфре того, кто поклоняется идолу, который находится на могиле Абдул-Кадира, وَالصَّنَمَ الَّذِي عَلَى قَبْرِ أَحْمَدِ الْبَدَوِ, и не обвиняем в куфре того, кто поклоняется идолу, который стоит на могиле Ахмада аль-Бадави, وَأَمْثَالِهِمَ, и тому подобное, لِأَجْلِ جَهْلِهِمْ, из-за их невежества, وَعَدَمِ مَنْ يُنَبِّهُهُمْ, из-за того, что никто до них не доносит. فَكَيْفَ نُكَفِّرُ مَنْ لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ, как же нам тогда обвинять в куфре того, кто не предает Аллаху никого в сотоварищи, из-за лям юхаджир ляйна, если он не делает хиджру к нам, а у лям юкафир, или же не обвиняет других в куфре, а у юкатили, или же воюет. Субханака хаза буфтану назим, свят ты у Аллах, поистине это великая клевета. Как я сказал, об этом сказано в дурр, книге Дурр Синия, 1 том, 66 страница. А эти люди, Барак Луфикум, эти такфировцы, эти люди, которые направо-налево обвиняют людей в куфры, основываясь, как они об этом заявляют, на слова Мухаммада Абдул-Вахаба, опорочили шейха Мухаммада Абдул-Вахаба. Этим самым они закрыли дава людям, то есть дава, тот дава, с которым пришел шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. Теперь في القاعدة الرابعة بيّن رحمه الله أن القبوريين أغلظوا شركا. لماذا؟ لأنهم يشركون في الرخاء وفي الشدة, وهؤلاء يشركون في الرخاء فقط. إذن هذه قواعد مفيدة متينة جليلة في تكشف لك حال القبوريين المشركين الذين يعبدون الصالحين ويعبدون الأولياء. وهذه الرسالة المفيدة, القواعد الأربع, نستفيد منها فائدة. اختلف فيها الناس اليوم حول موقف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من عباد القبور, وموقف أحفاده وأبنائه وتلامذته وأئمة الدعوة السلفية. والحقيقة أن من نظر في موقف الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكلامه وطريقته, وفي كلام أيضا أبنائه وأحفاده وتلاميذه وأئمة الدعوة, لا يشك أنهم يحكمون على عباد القبور بالشرك وأنهم مشركون. هذا موقفهم الواضح الجلي. ثم إن هناك كلمات للشيخ محمد بن عبد الوهاب ولغيره من أئمة الدعوة, هذه الكلمات ينبغي أن توجه وأن تحمل على الموقف العام لهم, أنهم يحكمون على عباد القبور في زمانهم وبعد زمانهم أنهم ليسوا مسلمين, فلا تؤكل ذبائحهم ولا نزوجهم النساء المسلمات, يعني ما ينكحون ولا ينكحون مسلمة, وأيضا ما نستغفر لهم ولا ندعو لهم ولا نصلي عليهم, ما ندفنون في مقابر المسلمين. إن تمكننا من إقامة هذه الأحكام عليهم, إن هؤلاء ليسوا مسلمين. المسلم هو الذي يعبد الله وحده, وأما الذي يعبد البدوي أو يعبد الجيلاني أو يعبد التيجاني هذا ليس مسلما. هذا موقفهم رحمة الله عليهم من عباد القبور من المشركين, موقف واضح وجلي لهم. ولو تأملت في هذه الرسالة القواعد الأربع, لو تأملت فيها حق التأمل وتوصرت لعلمت أن هذا هو موقف الشيخ. الشيخ رحمه الله حينما يقول, وقف معي في هذه, حينما يقول الشيخ إن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين, من يقصد بمشركي زماننا؟ اليهود والنصارى؟ يا سبحان الله, يقصد اليهود والنصارى أو المجوس
أو يقصد البوذيين أو عباد البقر؟ يقصد من؟ يقصد القبوريين. إذن هو يحكم عليهم بالشرك، بل يجعل رحمه الله يجعل شركهم أغلظ وأعظم من شرك الأولين. فهذا حكمه، وهذا رأيه، وهذا مذهبه، هذا أسلوبه وطريقته. بل رحمه الله ألف رسالة كاملة في بيان أن من ترك التوحيد فإنه كافر. والرسالة معروفة ومشهورة موجودة في هذا المجموع. ألف رسالة في أن من ترك التوحيد، من ترك إخلاص العمل والعبادة لله عز وجل فإنه ليس مسلما. هذا رأيه وهذا الحق، هذا الحق في هذه المسألة. والآن ظهرت مذاهب وأقوال غريبة، أقوال مريبة تجعل هذا القبوري الغالي الذي يعبد القبور ويذبح لها ويتبرك بها ويستغيث بأهلها تجعله من المسلمين. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكموا؟ كيف نجعل هذا الذي يعبد القبور ويصرف لها العبادة كيف نجعله مسلما؟ هذا ليس بمسلم، ولا نعطيه أحكام الإسلام. قالوا طيب لو كان جاهلا يفعل ذلك على الجهل، لا يعلم أن هذا من الشرك. فالجواب لو كان جاهلا، حتى ولو كان جاهلا، فإننا ما نعطيه أحكام الإسلام، يبقى مشركا، يبقى مشركا. ولكن حكمه عند الله عز وجل، حكمه عند الله عز وجل أننا ما نجزم ونفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن نحن في الدنيا ما نعطيه أحكام المسلمين. لماذا؟ لأنه في ظاهر حاله وأعماله وتصرفاته ليس مسلما، يعبد القبور ويعبد الأولياء ويقول يا سيدي فلان، مدد يا أحمد، مدد يا سيدي فلان، هذا ليس مسلما في ظاهر حاله، ليس مسلما. لو ذبح لا تأكل ذبيحته، لو تقدم إليك يخطب إلينا ما نزوجه حتى يوحد ويخلص ويرجع إلى الإسلام. إذن نحكم عليه في الظاهر، ظاهر حالي نحكم عليه بأحكام المشركين، جيد. أما أن لكن إذا علمنا أن هذا الرجل، إذا علمنا أن هذا الرجل يعرف أن هذا شرك ويعرف أن هذا مضاد للإسلام ومضاد للتوحيد، ومع ذلك يصر عليه ويبقى عليه، فإننا في هذه الحالة نحكم عليه بالشرك ظاهرا وباطنا، نقوله مشرك في الدنيا والآخرة. وأما إذا كان على جهله وغبائه وعلى غفلته فهذا نحكم عليه بالشرك ظاهرا، نقوله مشرك ليس مسلما. طب أمره عند الله، الله أعلم، الله أعلم كيف يكون حاله عند الله عز وجل، والله أعلم. يعني المقصود من ذلك، المسألة هذه مسألة فيها بحث كثير وفيها كلام وفيها أقوال، لكن أريد أن أبين أن هذه الرسالة التي معنا الآن ودرسناها القواعد الأربع تفيد وتبين لنا موقف الشيخ رحمه الله من عباد القبور، أنه يحكم عليهم بالشرك، بل يقول عنهم إن شركهم أغلظ من شرك الأولين، والله المستعان. إن الشيخ رحمه الله حكم الآن ليس على أقوام يعيشون في المريخ أو يعيشون في كما يقولون اليوم يعني في كوكب آخر، إنما يحكم على هؤلاء القبوريين الذين يعبدون القبور، ويقول إنهم وصلوا إلى مستوى من الشرك ما وصله المشركون الأولون. نسأل الله السلامة والعافية. فعلى طالب العلم أن لا يستعجل وأن يتبصر في هذه المسائل، وأن يدقق في كلام العلماء، وأن لا ينسب إلى أحد الأئمة قولا هو لا يراه وليس هو من مذهبه. ننتبه لهذا. بعضهم الآن ينسب إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه يعذر هؤلاء المشركين. كيف هذا؟ الشيخ رحمه الله رسائله، كتبه، مواقفه تخالف هذا. هو الآن يقول إن شركهم أغلظ من شرك الأولين. يعني هو الآن رحمه الله ما يعذرهم، ما يقول عنهم إنهم مسلمون، بل يقول عنهم إن شركهم أغلظ من شرك الأولين. ما
ما يأتي الآن شخص ويقول إن الشيخ رحمه الله يعذر عباد القبور، كيف يعذرهم؟ بالله عليكم كيف يعذرهم وهو يحكم عليهم بهذا الحكم الشديد ويقول عنهم إن شركهم أغلظ وأشد من شرك المشركين الأولين؟ كيف؟ هل هذا موقف عالم وإمام يعذر هؤلاء؟ نسأل الله السلامة والعافية. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين. الاختلاف في مسألة العذر بالجهل من المسائل الخلافية، مسائل عظيمة، والأصل فيها أن لا يعذر من كبر المسلمين، بلغ القرآن والسنة لا يعذر. الله جل وعلا قال هذا بلغ للناس، قال روحي هذا القرآن وانذرك منهم بلغ، من بلغ القرآن والسنة فمن بعده، إنما أوتي من تساهله وعدم مبالاته. لكن هل يقال أنها مسألة خلافية؟ لا من خلافية إلا في الدقائق اللي قد تخفى في قصة اللي قال لي أهل يحرقوني. أحسن الله إليكم يا شيخنا. السائل بن سعيد من الجزائر يسأل يقول بارك الله فيكم، هل يعذر الجاهل بجهله في أمور دينه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم بين الدين بيانا كاملا وأوضح محجته وطريقه، فالشرك بالله لا يعذر به أحد، عبادة غير الله جل وعلا من نذر ونحر، لأن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وأما بقية الأعمال إذا كان الإنسان في بلد لا معرفة توجد فيها عن الدين، ولا يجد علماء، ويسمى باسم الإسلام فأسلم لكن لا يعرف التفاصيل، هذا يعذر إلى أن يتعلم. أما أن يعبد غير الله، كان يدعو صنما أو جنيا أو إنسيا أو ملكا أو نبيا من الأنبياء، أو يقول إن أحد أو يقول إن أحدا من البشر إله مع الله، فهذا لا يعذر. بالكبر والشرك الأكبر على من تطوف بالقبور ودعا الحرى، هذه بلية عظيمة. والمهم أن المشركين
المهم ايش بالمشركين؟ ان المشركين شرك القبور هذا السؤال وصل من الانترنت يقول هل يعذر عوام الصوفية وعباد القبور وعوام الروافض بالجهل؟ نعم هذا السؤال هل يعذر عوام الصوفية وعوام عن القبور بالجهل؟ أظن الآن في العصر الحاضر أنه بلغتهم الدعوة، من بلغتهم الدعوة وبلغهم بلغتهم الحجة وبلغهم القرآن والسنة فلا يعذرون. إن بالذي يعذر في هذا من لم تبلغه الحجة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقد بعث الرسول، قال سبحانه وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. وقال عليه الصلاة والسلام حديث صحيح والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فمن قامت عليه الحجة وبلغه الدليل فهذا فلا يكون معذورا، وإن كان ولا يشترط معرفة فهم الحجة بل يكفي بلوغ الحجة يعلم أن هذا دليل على هذا الشيء. لكن بعض اهل العلم قال انه لو وجد بعض الناس اشتبه عليه الامر ولبس عليه الحق بسبب كثره المشركين ولم يعرف الحق واشتبه عليه الامر وصار بسبب تغطيه الحق عليه وسيطره اهل الضلال واهل الشرك عليه حتى أفهموه أن هذا الباطل هو الحق فإنه يكون حكم الفترات ويكون أمره إلى الله عز وجل. ولكنه إذا مات على هذه الحالة فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يسمع المسلمين في مقابرهم ولا يدعى له، أمره إلى الله. وبكل حال فمن بلغته الدعوة وبلغه القرآن وبلغته السنة وعلم أن هذا الأمر محرم فإنه لا يكون معذورا. والآن الدعوة الآن بلغت مشارق الأرض ومغاربها دعوة الإسلام، لكن كون بعض المشركين يصم أذنه عن سماع الحق ولا يقبل الحق ويرد الحق ليس عذرا له، يجب على الإنسان أن يتعرف الحق ويطلب الحق ويسأل عن الحق ويسأل عن دينه كما أنه يسعى في أمور دنياه في كسبه ومعاشه وبيعه وشراه، كذلك يجب عليه أن يتعلم دينه وأن يفعل ما أشكر عليه وأن يبحث عن الحق وأن يريد الحق. إذا كان لا يريد الحق فهو معذور، وإذا كان يستطيع أن يعرف الحق ويستطيع أن يسأل ويجد من يسأل ولا يسأل فلا يكون معذور. لكن لو قدر الإنسان أراد الحق ولم يجد من يسأل وتعذر عليه معرفة الحق وظن أن ما هو عليه هو الحق والتبس عليه الأمر بسبب تغطية الحق عليه من قبل أهل الشرك وأهل الضلال وأهل الكفر وعلماء الشرك
فقال ذهب بعض العلم الى ان الحكم حكم الف شرعا. نعم. يقول العوام الذين سقطوا في الشرك بسبب دعاء علماء السوء ودعاة الضلالة ما يعرف هل يأثمون وهل هم كفار؟ يقول هنا مسألتين، هل يأثم؟ يقول إذا ما عرف الحق ما يأثم. هل هو كافر؟ يقول نعم كافر. إذن عندنا مسألتين، الإثم والعقوبة الآخرة، ما يأثم ولا يعاقب في الآخرة، لأن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذا ما وصله لا رسالة ولا لينذركم به ومن بلغ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، هذا ما وصلت الرسالة. طيب هل هو في أحكام، هل هو كافر؟ نقول ما دام عنده شرك فهو كافر. وش يترتب عليه؟ يترتب عليه أحكام دنيوية، ما يصلى عليه، ما يدعى له بالمغفرة، أو ما يتصدق عنه، ما يحج عنه ولا يعتمر عنه ونحو ذلك، ولا يرث ولا يورث ونحو هذا من أحكام الكفار الدنيوية. أما أمر الآخرة يقول أمره إلى الله. أما مسألة من يشهد أن لا إله إلا الله وهو يناقضها هل يكون مسلما؟ يعني مثلا شخص يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يذبح لأصحاب القبور وينذر لهم ويستغيث بهم، هل هو مسلم؟ لا، ليس بمسلم. الخلاف هل يعذر إذا لم تقم عليه الحجة، هل هو معذور عند الله أم لا؟ هذا إيش محل الخلاف. أما هو يسمى مشركا وعمله يسمى شركا، لكن في مجال النصح لا تبدأه وتقول له أنت إيش؟ مشرك. أنت مشرك، لا يا عبد الله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل مسألة العذر بالجهل مسألة خلافية؟ لا، صارت مسألة خلافية عند المتأخرين هذولا، ولا الجهل على قسمين: جهل يمكن زواله، هذا لا يعذر فيه بالجهل، يعني يسأل أهل العلم، يطلب العلم، يتعلم، يقرأ، هذا يمكن زواله فلا يعذر إذا بقي عليه. أما جهل لا يمكن زواله، ما عنده أحد ولا سمع شيء ولا يدري، عاش منقطعا ولم يسمع بشيء، هذا ما يمكن زواله، هذا يعذر به، يكون من أصحاب الفترة، ما يحكم بإسلامه لكن يكون من أصحاب الفترة، فوض أمره إلى الله. ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم من لم يكفر عباد القبور أو شك في كفرهم؟ حكمه مثلهم، يحكم بكفره. نعم. أحسن الله إليكم. يقول شيخنا: هل قول من يقول إن العلماء من أحفاد محمد بن عبد الوهاب فيهم تكفيريون صحيح؟ هذا قول المفترين الكذابين، فيهم مكفرون الكافرين، هم هذا شك، هم مكفرون الكفار اليهود والنصارى والمشركين. نعم. يقول: السلام عليكم، أنا من أذربيجان، ما رأيكم يا شيخ في عباد القبور
في البلدان غير الإسلامية الذين لا تبلغهم الحجة، يعني أو هذا خاص يعني كلام الأخ، كيف ترون المعاملة معهم، معاملة المشركين أو معاملة المسلمين، وهل نأكل ذبائحهم وهل نصلي عليهم؟ لا هم مشركون، هذه مسألة حقيقة، مسألة عذر بالجهل، مسألة فيها اختلاف بين أهل العلم. والواجب على المسلم أن يقوم بالدعوة بدلا أن تسأل هذا السؤال، الواجب أن يقوم المهتمون بالدعوة، بدعوة هؤلاء وبيان الحق لهم حتى يتضح أمرهم. أما أن نسأل عن حكمهم نصلي، أما الصلاة لا نصلي، لا نصلي خلفهم ولا نصلي، ولا نصلي عليهم، لأن ظاهرهم الشرك البواح، لكن أمرهم إلى الله، أمرهم إلى الله، لأن عملهم يعني هو عمل المشركين الشرك الصراح الكثير. فالواجب على من له قدرة ويعرف حاله أن يقوم بالدعوة، يقوم بما يستطيع من البيان والكتابة والتعاون في ذلك، هذا واجب. هل هذه غاية الرسالات؟ غاية الرسالات دعوة الخلق إلى عبادة الله وحده لا شريك له. أنا لا أرى يعني معاملتهم معاملة المسلم يأتي ذبائحهم والصلاة خلفهم، مشرك يعبد غير الله ويستغيث بغير الله ويذبح لغير الله ثم لا خطأ. نعم. قوله انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، النزع هو الجذب بقوة، أخبر أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعفا، وكذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع غالبا، وإن نفع بعضه فضره أكبر من نفعه. قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأنه شرك، والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه شاهد لكلام الصحابة رضي الله عنهم أن الشرك الأصغر أكبر الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة، وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. وما ذكره المؤلف لأن فيه أنه لا يعذر بالجهل، لأنه قال صلوات الله وسلامه عليه: إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، على خطاب فدل على أن الإنسان لا يعذر بالجهل في عبادة الله جل وعلا، الأمور التي تعبد الله جل وعلا بها عبادة، تعلق دعاء وطلب النفع ودفع الضر ما أشبه ذلك مما هو من توحيد الله جل وعلا، الإنسان لا يعذر بجهله في ذلك. كيف لمن كان بمن صرف أصل العبادة لله جل وعلا بالسجود والنداء وطلب كشف الكروبات
وإجابة الدعوات وما أشبه ذلك مما يفعله كثير ممن هو في بلاد المسلمين ويصلي ويصوم ويزعم أنه مسلم بذلك. كيف بمن يفعل هذا إذا قارنا فعل هؤلاء مع ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ تبين البون الشاسع، وذلك أن الله جل وعلا خلق عباده لعبادته وفطرهم على ذلك، فالعبادة أمر فطري مفطور عليه الإنسان. ولهذا السبب تجد الذي لا يعبد الله لا بد أن يعبد غيره. ما يمكن أن يوجد بنو آدم منفكين عن العبادة نهائيا، حتى الملاحدة يتعبدون للشيطان، يعبدون الشيطان في الواقع، ويعبدون شهواتهم من فروجهم وبطونهم وساداتهم الذين يوجهونهم ويأمرونهم وينهون، هم عباد لهؤلاء. سنة الله جل وعلا في خلقه أن الذي لا يعبد الله يعبد الشيطان باختلاف مظاهره. الشيطان له مظاهر كثيرة، قد يكون يظهر في مظهر صورة بارزة، وقد يظهر بمظهر شخص، وقد يظهر بمظهر شهوة وهوى إلى غير ذلك. المقصود أن عبادة الله جل وعلا لا يجوز أن يكون الإنسان جاهلا فيها، لا بد أن يكون على علم ويقين. يدل على هذا أنه جاء في حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ميت يسأل في قبره عن ثلاث. الميت إذا مات يسأل عن قبره في ثلاث، يقال له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ كل واحد. وأنه إذا مثلا تلعثم أو تردد وقال: ما أدري، رأيت الناس يقولون شيء أو سمعت الناس يقولون شيء، فقلت، أنه لا يقبل ذلك منه، بل يعذب ويقال: لا، ما دريت ولا تليت. ومعنى ذلك أنك كنت مقلدا، ليس عندك علم، ليس عندك يقين وبرهان من هذا الدين الذي جاءت به الرسل، ومن كونك لا تعبد إلا الله جل وعلا. فهذا لا يعذر فيه الإنسان، لا يعذر. ولا بد من المسألة مساءلة الميت في ذلك. فإن كان موطنا عن علم ويقين فإنه يجيب، وإلا إذا كان مترددا جاء بالتردد، قل: ها، لا أدري، رأيت الناس يعملون شيء أو سمعت الناس يقولون شيء، فقلت. عند ذلك يعذب، يضربه الملك بمطراق من حديد يلتهب عليه قبره نارا، صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أنه غير معذور في جهله لأصل دينه، لأصل الدين. فعلى الإنسان أن يهتم بهذا. وخامسا فيه من الفوائد أن الإنسان لا يعذر بالجهل، لا سيما في الشرك ووسائله. قال: امرأة ما اتخذها إلا لغرض أنها من الواهنة، أي تنفعه مما به من تلك الواهنة. ومع هذا قال له الرسول: لو مت وهي عليك ما أبلح. وإلا معلوم أنه لا يمكن أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه دليل على أن الإنسان لا يعذر بالجهل، بل عليه أن يسأل ويتعلم
فلا يقع في الشرك من غير ما يشعر، بل لا بد أن يبحث ويسأل عن العلم وينظر هل هذا من الأمور الجائزة أو من غير الجائزة. فيدل على أن الشرك ووسائل الشرك لا يعذر أحد بالجهل بها، إذ عليه أن يسأل ويقف، لأن المسلمين متفقون على أنها لا تجوز، وأن القرآن والسنة دل على المنع من ذلك، وليس هذا من باب الفروع الذي يختلف فيه العلماء ويكون المشهد فيه إما مصيب فله أجران وإما مخطئ فله أجر واحد. أما هنا لا، هذه عقيدة لا يعذر أحد بتركها، لأنه يتعلق بغير الله سبحانه وتعالى ويظن أن هذا جائز، حتى ولو قال إني أعتقد أن النافع الضار هو الله، ما دام أنه اتخذ ما هو من وسائل الشرك وذرائعه فهو لا يعذر، وإن زعم أن النافع الضار هو الله. وهذا يحكم به على كل من خرج عن دائرة الإسلام، فمن لم يكفر الكفرة فإنه يعتبر مثلهم، حتى البدع المكفرة من لم يكفر أهلها فإنه يعتبر مثلهم. فالذين مثلا يعبدون الأموات ويذبحون عندها ويطوفون بالقبور ويصلون عندهم ويدعونهم ويزعمون أن هذا توسل وساطة، من لم يكفرهم فإنه كافر.